خلونا يا جماعة نروح نشوف المؤتمر الصحفي لمارسيل كولر والكابتن محمد الشناوي ونرجع لكم تاني. Das zweite Spiel hier in Casablanca, dass das korrekt und fair ablaufen wird, dass wir nach FIFA-Regeln spielen werden. Ich denke, dass wir uns gut vorbereitet haben und dass die Spieler bereit sind und dass sie sich freuen auch auf dieses Spiel. Tolles Stadion, tolle Atmosphäre. Und ich glaube, das ist das, was den Fußball ausmacht. Und das soll dann so sein, dass der Bessere gewinnen soll. في البداية أعبر عن سعادتي بالمشاركة في النهائي وسعيد بهذه المباراة. أتمنى أن المباراة تكون في أجواء كوريكت صحيحة وعادلة وتبعا لقواعد الفيفا في كرة القدم وفي التحكيم، وأن التحكيم يكون عادل. أعتقد أن احنا إن شاء الله مستعدين للمباراة بشكل جيد جدا. اللاعبين تم تحضيرهم للمباراة بشكل جيد، هما كمان اللعيبة سعداء بالمباراة، سعداء بالأجواء، بالملعب الممتلئ بالجماهير، بأجواء الجماهير الرائعة. كل دي من أجل الجماهير تلعب كرة القدم، ومن أجل هذه الأجواء تلعب كرة القدم، وبالتالي كلنا سعداء بهذه المباراة ومستعدين لها استعداد جيد إن شاء الله. Ja, also ich möchte mal sagen, dass wir das erste Spiel haben wir 2-1 gewonnen. Das heißt, sie haben zwar ein Tor geschossen, aber wir sind immer noch in Führung. أنا عايز أقول في البداية إن إحنا الماتش الأولاني إحنا فزنا، وأنا بأكد تاني إحنا اللي فزنا 2-1، إحنا الفايزين وبالتالي إحنا اللي عندنا الأفضلية. Und es hat auch nicht das ganze Spiel auf den Kopf gedreht, weil wir ja immer noch führen. والهدف ده ما قلبش المباراة ولا غير أي حاجة، لأن إحنا اللي كسبانين، ما زلنا إحنا اللي فايزين. Und meine Spieler haben oder unsere Spieler haben schon x Spiele vor 60.000-70.000 frenetischen Fans gefeiert und gespielt. واحنا لعبتنا عن لعبت قدام 60,000 واكثر من 60,000، ولعبت قدام عدد كبير من الجماهير من مختلف الانديه والدول كتير، وعندهم الخبرات التعامل مع المواقف زي دي. Und all die Zuschauer, die außen rum sind, die werden ja nicht mitspielen. Die werden zwar schreien und tun, aber entscheidend ist, dass unsere Spieler das spielen, was wir ihnen vorgeben. Und das ist Fußball. Und dann werden wir sehen, wie dann das Spiel ausgeht. والجماهير في المدرجات، انا وده لعيبه عارفاه كويس واحنا عارفينه كويس، ما بتنزلش تلعب على ارض الملعب، هي قاعده بره. ممكن صوتها يبقى عالي بس شويه، لكن هي ملهاش اي تاثير على كره القدم. كره القدم في ارض الملعب فقط في المستطيل الاخضر، واحنا عارفين ان احنا ان شاء الله متحضرين ان احنا نتعامل مع الموقف ده، ولاعيبتنا قادره انها تتعامل مع الموقف ده، فما عندناش مشكله بخصوص الجمهور. بالعكس، ده بالنسبه لنا اجواء جميله. طبعا احنا بنبقى سعداء طبعا لما نبقى موجودين هنا بدوله المغرب، طبعا بنبقى مبسوطين واحنا بنلعب هنا. انا قلت قبل كده الكلام ده، واحنا دلوقتي في نهائي افريقيا. طبعا احنا عارفين المباراه مباراه قويه ومباراه صعبه جدا. احنا كان عندنا ماتشين، الماتش الاولاني خلص في مصر، خلاص احنا نسينا المباراه الاولانيه، ودلوقتي بنفكر في المباراه الثانيه. وان شاء الله زي ما الكوتش قال، احنا حضرنا بشكل كويس جدا للمباراه، وان شاء الله يبقى التوفيق معنا بكره ان شاء الله، ونرجع بالكاس ان شاء الله للقاهره. اكيد طبعا احنا بنفكر في ماتش بكره، ما نفكرش في الماتش اللي فات. احنا خلاص الماتش ده كان ماضي، احنا دلوقتي بنفكر في بكره. اللعيبه كلها يعني بقى لنا فتره كبيره الحمد لله بنلعب، لعبنا كتير في المغرب، ولعبنا لسه لاعبين من شهرين هنا في المغرب برضو. بالنسبه لنا اللعيبه كلها اتحطت في الموقف ده، وهي عارفه يعني ايه اللعب في المغرب وسط الجمهور الجميل اللي احنا بنلعب فيه، بنكون مستمتعين اللي احنا بنلعب في الجمهور، بين الوداد بين الرجاء بين اي حد، احنا بنكون مستمتعين. حتى في ارضنا برضو بنلعب في وسط جمهورنا بنكون مستمتعين. اهم حاجه في الاول وفي الاخر نطلع نعمل مباراه قويه، مباراه تبقى مستمتعه للجماهير، وتبقى زي الكوتش ما قال تبقى مباراه مميزه للكوره. دي اهم حاجه، اللعيبه مستعدين بشكل كويس، وهم عارفين يعني ايه اهميه المباراه، واحنا بالنسبه لنا عارفين قيمه المباراه. احنا بنلعب نهائي افريقيا، طبعا الماتش او ماتشين ده بالنسبه لنا احنا بقالنا فتره كبيره بنلعب ماتشين، بس هي نسختين بس اللي لعبنا مباراه واحده. طبعا بالنسبه لنا اللعيبه فاهمه الكلام ده، واحنا بنتكلم معاهم وعارفين قيمة المباراة، واحنا خلاص خلصنا الشوط الأولاني، وإن شاء الله بكرة ربنا يوفقنا ونرجع بالكأس إن شاء الله.